لقد تمكنت من الدخول مع كل هذه الوجبات الخفيفة. أحضرت كل وجباتي الخفيفة المفضلة. لا أستطيع الانتظار لأكلها. لحظة، أنظروا، لدى ماديسون وجبات خفيفة. أمسك بها بوجباتها الخفيفة اللذيذة. أوه، لقد أحضرت رقائق بطاطس لذيذة هذه المرة. مهلا، أعطني القليل منها. لا تأكلها كلها. شكرا على الوجبات الخفيفة يا ماديسون، كانت شهية. ماذا حدث للتو؟ هل أكلها كلها؟ هذا ظلم، لم يتركوا لي ولو فتاتة واحدة. ماذا؟ هل خربوا تسريحتي أيضا؟ هذا أسوأ يوم في حياتي، بدون وجبات خفيفة وبمظهر فوضوي. ما هذا الضوء؟ أنا ساحر الأزياء والوجبات الخفيفة. لا تقلقي يا ماديسون، لدي الحل لمشكلتي الوجبات الخفيفة والمظهر الفوضوي. سيجلب لك هذا الخاتم فرحة كبيرة عند تناول وجبات الخفيفة. هذا الخاتم؟ أعني شكله جميل، لكني لا أفهم كلامك. سأشرح لك كل شيء. هذا الخاتم مصنوع من حاوية صغيرة. اخلع الغطاء. الآن زين الغطاء كما تريدين. أحب أحجار الراين. في هذا الخاتم وضعت أحجار الراين حول الحافة كما أحب الزهور، لذا وضعت هذه الزهرة الزرقاء في المنتصف. حان وقت الخطوة التالية. أخذت قاع الحاوية وأضفت القليل من الغراء الساخن، ثم أضفت الحلقة للخاتم وتأكدت من تطابق الألوان لأني ساحر أزياء. حان وقت ملء الحاوية بوجبة خفيفة من اختيارك. الحاوية ممتلئة. حان وقت ارتداء الخاتم. أنت الآن جاهزة للتألق بالخاتم وتناول وجبة خفيفة. أعطاني الساحر خاتم وجبات خفيفة. يا لي من محظوظة. أولا، ها هي خذيها. يا لها من غريبة أطوار. لقد نجحت، لم تعرف أن هناك وجبة خفيفة بالداخل. وبالحديث عنها، حان وقت فتح هذا الخاتم. تبدو هذه الحلوى لذيذة، اذهبي إلى فمي، طعمها لذيذ. أنا الآن مستعدة لمواجهة بقية اليوم. قد يباغتك الجوع أحياناً في الأوقات غير المناسبة، مثل حصة التاريخ. أو لا، كيفن، لا أصدق أنك فعلت ذلك. رقائق البطاطس متناثرة على طاولتي. تفضل، استخدم هذه المناديل لتنظيف هذه الفوضى. لقد كان مجرد حادث. مهلاً، هل تريد جعل كيس رقائق البطاطس مقاوماً للانفجار؟ أزل الغطاء البلاستيكي وضع علبة المناديل جانباً. ألصق الغطاء على منتصف الكيس هكذا. بعد ذلك، استخدم المشرطة لقص الكيس داخل الغطاء. جيد، الآن أغلق الغطاء حتى وقت تناول الوجبة الخفيفة. الآن بدلاً من تناثر الفتات في كل مكان، يمكنك الاستمتاع بتناول رقائق البطاطس دون أي فوضى. أو يشارك كيفن طعامه، هذا لطيف. التسلل بوجبة خفيفة من وراء الأستاذة قد يكون مهمة صعبة. ما كان ذلك؟ لا شيء، أنصت فحسب إلى شرحك الرائع. أوف، كان ذلك وشيكاً. كوني حذرة يا لالي، فأنت لا تريدين المجازفة هنا. لحظة، هل تأكلين يا آنسة؟ لقد أخبرتك، الأكل في الفسحة وليس في حصتي. الآن سلميها لي. يا إلهي، هذه كل حلوياتي. لهذه الحيلة، أحضر كومة من ورق الملاحظات اللاصق كهذا وارسم مربعاً كبيراً في الأعلى. الآن أحضر المشرط وقص عدة أوراق للأسفل على طول الخطوط. بمجرد إخراج القطع المقصوصة، استمر حتى تصل إلى منتصف الكومة. وأخيراً، أحضر حلوياتك المفضلة ووضعها داخلها. ولا تنسى إعادة الغطاء. الآن عندما ترغب في تناول حلوى في الصف، ابق هادئاً واستعن بورق الملاحظات. هل هناك شيء أفضل من مشاركة وجبة خفيفة مع صديق؟ حسناً، إن كان كيفن صديقك، فقد لا تشعر بذلك. ها؟ كيف قضينا عليها بسرعة؟ الأمر هكذا إذن، يأخذ كيفن حفنات ضخمة من الطعام. أعتقد أن لدي حلاً لهذه المشكلة المزعجة. ابدأ بوضع شريط لاصق ذو وجهين على أطعمتك المفضلة مثل لوح المارس. بمجرد وضع الشريط، ألصقه مباشرة على قميصك. بهذه الطريقة، لن تضطر أبداً إلى النهوض لإحضار وجبة خفيفة أخرى، فستكون بالقرب من قبضتك. وأثناء عمل ذلك، يمكنك أيضاً إضافة جميع حلوياتك ووجباتك الخفيفة المفضلة للوصول إليها بسهولة. حسناً، هذا يكفي. هنا يأتي الجزء الأكثر رعباً من الفيلم. ما كان ذلك؟ أرقد للجبال، إنه هجوم الوجبات الخفيفة. ماذا؟ يجب أن أختبئ. أمل أنه لم يرني.
لا يعرف كيفن أنها ليلي عائدة لترى نهاية الفيلم. يبدو أنك بأمان يا كيفن. يا إلهي، المكان ضيق هنا. لقد كانت ليلي. من أين حصلت على كل هذه الوجبات الخفيفة؟ لديك لوح مارس، إنه المفضل لدي. كان هذا لطفا منك يا ليلي. وهذه ليست مشكلة، فلديك الكثير من الوجبات الخفيفة حولك. يعرف الجميع أن ذهبي إلى السينما يتمحور حول تناول الوجبات الخفيفة. من المؤسف أنه يجب عليك شراؤها. أترى؟ لا يمكنك إحضار أي طعام من المنزل إلى السينما. إنها حقيقة قاسية، لكن يجب أن تتبع القواعد، صحيح؟ قواعد غبية. تذكرة لشخص أو شخصان على الأرجح. أوه، انظر لهذه البطن الحامل. يا إلهي، لم أعلم أنك حامل. اذهبي مباشرة. كان ذلك سهلاً. لكن لم يعلم موظف التذاكر أن هذا الجنين لم يكن سوى كرة كبيرة من السكريات. نعم، نجحت مهمة إدخال الطعام. مرحباً كيفن، هل تود قلب هذه التكشيرة مع حلوى صغيرة؟ أوه نعم، شكراً ليلي، أنت الأفضل. أعلم ذلك. نحن في الساعة الثانية من هذه المعركة الحاسمة. لا وقت للأكل، ركز بسرعة، لا تترك يد التحكم أبداً. هل هذا هاتفي؟ يجب أن أوقف اللعبة، آسف يا صاحبي. ألو، كيف الحال؟ الويل لك مني إن أكلتها. هل تعتقد أني حيوان لا يسيطر على نفسه؟ جيد، والآن سأنتظر. يمكنني تناول حبة واحدة، صحيح؟ هيا اضبط نفسك يا كيفن. الحبات الوردية حلوة جدا. من يلاحظ آدم إن اختفت واحدة؟ لكن الجميع يعرفون أنك لا تستطيع أكل حبة واحدة فقط. أوه، إنك في منحدر زلق يا كيفن. لقد اختفت. يا إلهي، لقد فقدت سيطرة على نفسي، سيقتلني آدم. لدي فكرة، سأملأ الوعاء ببعض المارشميلو حتى لا يلاحظ أني أكلتها. فكرة عبقرية. ماذا؟ لابد من أنك تمزح معي. حسناً، أنا في عداد الموتى. مارشميلو لذيذة غبية. مهلاً، سأضعها في الميكروويف. لماذا لم تخطر لي هذه الفكرة من البداية؟ واو، انظر إلى حجمها، حبة مارشميلو بعد تعاطي المنشطات. من يستطيع أن يقول لا لهذا الشيء؟ سيفرح آدم عندما يراها. حسناً، لقد حانت لحظة الحقيقة، هو قادم. تصرف على سجيتك. واو، هل نمت حبات المارشميلو في غيابي؟ لا رائحة نفسها، والطعم كذلك أيضاً. يبدو أنك نفذت بجلدك يا كيفن. ما القاسم المشترك بين السناجب والبشر؟ كلاهما يحب البندق، لكن على عكس الحال مع السناجب، قد يصبح كسر قشرة البندق تحدياً للإنسان. حسناً، ابق في مكانك، لا تتحرك. احترسوا جميعاً. أوه، المعذرة، سأحاول مرة أخرى، لكن هذه المرة لا تهرب يا سيد بندق، اتفقنا؟ لا، أي، ما الذي؟ هذا مؤلم للغاية. من كان يعلم أن هذا الشيء الصغير قد يسبب كل هذا الألم؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ لدي الكثير لأعلمك إياه. هناك طريقة أخرى لكسر هذا البندق، ولن تترك كدمة على وجهك. ضع البندق في فتحة هذه الأداة، أعطني المطرقة، ألا تريد أن تتعلم؟ ثم صوب المطرقة عليه واضرب، وانكسر البندق. أترى؟ لقد بقي في مكانه. أليست طريقة سهلة؟ يا لنا من ماهرين. البيتزا طازجة، الوسائد مرتبة. عظيم، ما الناقص هنا؟ التخطيط للحفلة عملية جادة. أطباق بلاستيكية،
أكاد أقسم أني اشتريتها. الأريكة متكتلة اليوم. ها هي. ماذا سأفعل الآن؟ يمكنني تخيل ما سيحدث. سيحصل الجميع على شريحة بيتزا وستقع الحشوة العلوية. إنهم لا يستوعبون حتى أنهم يحملون طعاماً. كلا، هذا غير مقبول. ليس لدي وقت للذهاب للمتجر، لكن يمكنني صنع أطباق بنفسي. لدي مجموعة من كراتين البيتزا. بما أنك لا تستخدم الطبقة العلوية، فيمكنك قطعها بالطريقة التي تريدها. ستعمل هذه القطع المربعة بمثابة أطباق. حجمها مثالي. تفضل يا ديفيد، النقائق والزيتون نكهتي المفضلة. أترى، لا فوضى على الإطلاق. ألست منظم حفلات بارع؟